بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الصباحي في الضحى في يوم الاثنين ثاني ايام هذا الاسبوع. نتمنى ونسال الله سبحانه وتعالى من هذا الصبح انه يكون صبح خير على الجميع ويكون يوم موفق للجميع، يوم سعيد. يا حنين صباح الخير. صبحك الله بالنور والسرور والسعاده والعافيه، مقدمه جدا جميله، يعطيك الف عافيه. ونصبح لمتابعينا ونقول لكم صباح النور والسعاده والابداع والتميز مع هذه الاجواء الجميله. نبتدي يوم جديد وحلقه جديده نفس ما قال اخوي سلمان، ان شاء الله تكون حلقه ممتعه ومفيده في نفس الوقت. متابعينا، حلقتنا راح تبتدي لهذا اليوم في هذه الساعه تحديدا، وفي اللي ما راح يقدرون يتابعونها يقدرون يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. بدايه خلونا نروح للزميل مروان والبورصه. صباح الخير زميلنا مروان. صباح الخير الزميلة حنين والزميل سلمان، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدي الكرام، في ثاني جلسات البورصة القطرية قبيل الافتتاح بحوالي 8 دقائق تفصلنا عن افتتاح البورصة القطرية في هذه اللحظات، وما تزال الشركات القطرية تعلن عن نتائجها الفصلية ونتائج ال9 شهور الماضية. اليوم حصيلة الشركات المعلنة تصل إلى 41 شركة تعلن عن نتائج أعمالها، يصل مجمل الأرباح إلى ما يفوق 26 مليار ريال قطري عن الفترة 9 شهور الأولى من العام 2017. وكما ذكرنا سابقا أنه النتائج المالية حملت الكثير من المفاجآت بالنسبة لنمو أرباح الشركات، كما حملت العديد من المفاجآت بالنسبة لتضاءل نمو الأرباح بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى. لكن الصورة الأجمل هي طبعا أنه القطاع البنكي القطاع الرئيسي في البورصة القطرية يحقق حصة الأسد في طبعا الأرباح المجمعة للشركات القطرية، تتجاوز هذه الأرقام 16 مليار ريال قطري من إجمالي ما ذكرناه. 26 مليار ريال قطري هي حصيلة الشركات 41 شركة. آخر الشركات المعلنة كانت زاد القابضة، والتي تقوم بإدارة مطاحن الدقيق وبيعه داخل السوق القطري، وصلت أرباحها إلى 146 مليون ريال و900 ألف ريال. العائد على السهم وصل 6 ريالات و81 درهما للسهم في نهاية 9 أشهر الأولى، قياسا بأرباح وصلت إلى قدرها كانت 143 مليون خلال نفس الفترة من العام 2016. بالنسبة أيضا لباقي الشركات التي أعلنت بالأمس، نتحدث اليوم عن السلام، شركة السلام العالمية للاستثمار المحدود التي تعمل في العديد من الأنشطة مثل التطوير مثل العقاري والمقاولات وتجارة التجزئة والاستثمار، حققت خسائر قدرها 3 ملايين و800 ألف ريال في نهاية 9 أشهر الأولى من العام 2017، مقارنة بأرباح قدرها 70 مليون و200 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام 2016. أريد أيضا أعلنت عن نتائج أعمالها عن فترة 9 شهور، وهي طبعا المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف في قطر والمالكة لحصص الأغلبية في الوطنية للاتصالات الكويتية
الكويتية أرباحها وصلت إلى 1,559,000,000 ريال بعائد على السهم وصل 4.87 ريالات في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقارنة بأرباح قدرها 1,831,000,000 ريال خلال نفس الفترة من العام 2016. شركة مسعيد أيضا للبتروكيماويات القابضة حققت أرباح وصلت إلى 805,900,000 ريال العائد على السهم 64 درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقارنة بأرباح بلغت 716,100,000 ريال عن نفس الفترة من العام 2000. ونسبة الجيد في موضوع مسعيد أنه بدأت يعني نمو جيد في الأرباح وصل إلى 12% في شركة مسعيد القابضة. بالنسبة لي طبعا أداء السوق أو إغلاقات، نذكركم بإغلاقات جلسة الأمس وما طرأ على الجلسة، كما نتابع وإياكم. إذن المؤشر العام وصل أو أغلق عند مستويات 8134، نسبة الارتفاع كانت 18%، أحجام تداول وصلت إلى 9 مليون سهم مع قيم تداول سجلت حوالي 170,000,000 ريال قطري بعدد من الصفقات وصل إلى 2,100 صفقة. ننتقل إلى الشركات الأكثر ارتفاعا في جلسة الأمس، كانت أزدان القابضة في الصدارة مع سعر إغلاق وصل إلى 9.59 ريالات مع نسبة ارتفاع عند حوالي 4.25%. ناقلات أيضا 15.25 ريال مع نسبة ارتفاع فاقت 3%. قطر للتأمين عند 2.25% مع 45 ريال في آخر صفقة. والدوحة للتأمين رابع الشركات ارتفاعا عند 14.5 ريال مع ارتفاعات فاقت 2%. أما بالنسبة للشركات الأكثر انخفاضا في جلسة الأمس، الخليج الدولية للخدمات كانت متصدرة للشركات المنخفضة 17.47 ريال بنسبة فاقت 4% انخفاضات. الخليج للمخازن 40.51 ريال آخر إغلاق للسهم مع 3.5% وأكثر بقليل انخفاضات. بنك قطر الأول عند 6.16 ريال مع نسبة انخفاض فاقت 3.13%. ورابع الشركات انخفاضا كانت شركة السلام العالمية عند 7.51 ريال مع انخفاضات عند 2.5%. بالانتقال إلى الشركات النشطة، كانت في جلسة الأمس وكما ذكرنا أن مجمل التداولات وصل 170,000,000 ريال قطري. استحوذ بنك قطر الأول على نسبة أو كمية وصلت إلى 3,284,000 سهم آخر إغلاق للسهم 6.16 ريال. مجموعة استثمار القابضة أيضا 6.86 ريال مع حوالي 2,000,000 سهم ما تم تداوله. فودافون 7.6 ريال مع أكثر من 1,013,000 سهم تم تداولها. والملاحة القطرية عند 53.94 ريال مع 597 درهما. ننتقل إلى الأسهم الخليجية وما طرأ أيضا عليها عند الإغلاقات. السوق السعودي كما نتابع ارتفاعات 66% مع مجمل نقاط ارتفاع وصل إلى حوالي 46 نقطة، وآخر إغلاقات للسوق السعودي 6956 نقطة. أسواق الإمارات دبي تسجل انخفاضات ب 11 نقطة عند 31% مع 3639 نقطة يسجلها مؤشر دبي. في أبو ظبي 4462 نقطة كذلك انخفاضات طفيفة. أما أسواق الكويت 6610 نقاط وكان هناك ارتفاعات طفيفة بنقطتين. أما السوق البحريني عند 61 الارتفاعات كانت طفيفة أيضا عند 5% عند 1,276 نقطة. أما خيرا مسقط 4,966 مؤشرها العام مع تسجيله ارتفاعات بثماني نقاط عن 16%. نذهب إلى الأسواق العالمية والأوروبية تحديدا. الأسواق الأوروبية كما نتابع داكس إذن يسجل 13,217 نقطة، فوتسي عند 7,000 مع ارتفاعات، ونحظى ارتفاعات تمتد للأسبوع الثاني على التوالي. كاك يسجل 5,494 نقطة مع ارتفاعات وصلت إلى 38 نقطة. الأسواق الأمريكية طبعا، ونلاحظ أنه داون جونز انخفاضات طفيفة 14%، وS&P 500 يسجل 2,581 نقطة، ونازداك 6,700 ونقطة واحدة. إذن يفصلنا عن
افتتاح جلسة هذه الأسواق الآسيوية. إذا نيكاي 222,000، هانغ سينغ 28,438 نقطة، وكوسبي يسجل 2,496 نقطة. نترقب إذن، تفصلنا ثواني قليلة عن افتتاح جلسة التداول مشاهدة الكرام في هذه اللحظات. البورصة القطرية وكما ذكرنا الإغلاقات الأخيرة لها كانت عند مستوى 8,134 نقطة، وفي هذه اللحظات إذن تفتتح جلسة التداول في البورصة القطرية، والمؤشر العام عند مستوى 8,121 نقطة في هذه اللحظات، ويسجل انخفاضات بعشر نقاط مع الخليج الدولية. تسجل في هذه اللحظات الشركات المتصدرة للارتفاعات مع تسجيلها أكثر من 3%، 18 ريال في هذه اللحظات كما نتابع. عم سعيد ثانيا من ناحية الارتفاعات 12 ريال 65 درهم، وتسجل ارتفاعات تفوق 2%. بنك قطر الأول يسجل 6 ريالات و20 درهما مع أيضا تسجيل ارتفاعات عند 65%. ورابع الشركات وقود 98 ريال بارتفاعات وصلت إلى 0.5%. السلام تصدرت الشركات المنخفضة، ولاحظوا أنه إعلان نتائج المالية هو الذي يحدد مسارات الأسعار في البورصة القطرية. شركة كم سعيد تعلن عن نمو في نتائج أعمالها، نلاحظ ارتفاعات وتجاوب إيجابي معها من قبل المستثمرين، وشركات أخرى تعلن عن تراجع كالسلام مثلا بعد إعلان النتائج المالية، وانخفاضات في السلام تفوق اللحظة 4% وصولا إلى 7.20 ريال درهم، ومجموعة المستثمرين ثانيا انخفاضا التي تسجل اللحظة 27 ريال و51 درهم، والانخفاضات تصل إلى حوالي 2%. الملاحة رابعا ب 53 ريال، ونسبة انخفاضات تصل إلى حوالي 2%. وبنك قطر الدولي عند 47 ريال في هذه اللحظات، ونسبة انخفاض ب 1%. الشركات الأكثر نشاطا من في افتتاح السوق المالي بعد 3 دقائق لدينا مسعيد والدولي والملاحة ووقود والريان. العديد من المواضيع إذن مشاهدة الكرام سنبحثها إن شاء الله وإياكم في جلسة أعمال 11 بتوقيت الدوحة. تابعونا الآن، نعود إلى الزملاء حنين وسلمان لمتابعة باقي فقرات برنامج في الضحى. إليكم الزملاء. يعطيك العافية زميلنا مروان. شركات وأسعار وأسواق كلها راح نتابعها بالتأكيد دائما معاكم، فشكرا لك. أكيد حنين، ونذكر السادة المشاهدين أيضا عند الساعة 11 برنامج جلسة الأعمال لكل ما يتعلق بعالم الأرقام وبورصة قطر للأوراق المالية. ما الآن راح نترككم مع أحلى مشاهد وأحلى مناظر اللي راح نستشعر بهذه المشاهد قيمة ولائنا وانتمائنا لهذا الوطن المعطاء. شيخ جعل تبطي سنين، ما خابت الهجوات يا ابو حمد فيك، هذا تميم المجد يا جاهلينا، تفرح محبينك تزعل معاديك، مثل الاسد ما ينتهي جمع
والقول يرميك على الملال أبد ربي يهينا والله ما يسوون تكرم واطيك ذوقتهم كاس القهر والغبينة والفبركة والافتراء من الصعاليك وطرد الضيوف من الحرم نشهد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. شفنا معاكم هذه المشاهد الجميلة من الصباح وأيضا استمعنا لهذه الأغنية من غناء الفنان القطري عيسى الكبيسي. الآن وصلنا مشاهدينا إلى جولتكم الصباحية في أبرز عناوين صحف قطر المحلية. عيسى كان معانا واليوم نسمع أحد أغانيه وهذا الشيء دائما راح نشوفه. دائما احنا حريصين ان كافة الفنانين والشخصيات نشوفهم ونستضيفهم كذلك ونسمع لأعمالهم. فنرجع الحين نصبح عليكم مرة ثانية ونقول صباح الخير والعزة، صباح البشرة والعزة. قالها بالأمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظها الله في خطاب الثبات الذي ألقاه سموه في 21 يوليو الماضي طبعا خلال الأزمة الخليجية الراهنة لتصبح اليوم شعار اليوم الوطني الحبيب والعزيز. اليوم راح نبتدي أخبارنا بأول خبر اخترنا لكم نفس ما أنتم قاعد تشوفون من جريدة الوطن بعنوان ابشروا بالعز والخير. طبعا تحت شعار ابشروا بالعز والخير تحتفل دولة قطر هذا العام بفعاليات اليوم الوطني الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، حيث نقدر نقول تقام الفعاليات ابتداء من 9 من ديسمبر ولمدة 10 أيام في درب الساعي وفي مختلف أرجاء الدولة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر اعتماد شعار ابشروا بالعز والخير للعام الجاري 2017، حيث قال سعادة صلاح بن غانم العلي وهو وزير الثقافة والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة في كلمته بمناسبة التدشين إننا نحتفل في مثل هذه الأيام من كل عام باحتفال تدشين شعار اليوم الوطني واللي جاء في يوم مميز، ومنذ بداية الحصار نقدر نقول أيامنا كلها احتفالات باليوم الوطني، مشيرا ان هذا اليوم راح يكون اكثر تميزا عن كل السنوات السابقه. اكيد حنين وجود اليوم الوطني في هذه الاجواء الوطنيه، احنا من تقريبا من الخامس من شهر وقت الازمه واحنا كل يوم قاعد نشهد وتلاحظ انجازات، نفتخر بالاشياء اللي قاعد نشوفها ونشهدها في قطر والله الحمد، فهذا الشيء احنا قاعد نفتخر فيه من وقت الازمه لليوم الحالي وان شاء الله مزيد من التقدم والنجاحات اللي دائما راح نكون فخورين فيها. وخلينا نفتخر الان بانجاز طبي وخبرنا الثاني من جريده الشرق، وحمده الطبيه تجري اول عمليه زراعه خلايا جذعيه من متبرع، حيث قام فريق متعدد التخصصات الطبيه من المركز الوطني لعلاج وابحاث السرطان التابع لمؤسسه حمد الطبية بإجراء أول عملية زراعة خلايا جذعية من متبرع في قطر لمريضة مصابة بنوع خطير من أنواع سرطان الدم تبلغ من العمر 32 عام. وقالت سعادة الدكتور حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في تعليق لها عقب زيارتها للمريضة التي أجريت لها العملية للاطمئنان على صحتها، قالت إن عملية زرع الخلايا الجذعية لمريض من متبرع تشكل مرحلة جديدة في مسيرة سعينا المتواصل لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لمرضى السرطان في قطر، ونجاح هذه العملية يؤكد أننا ماضون قدما في طريقنا لمكافحة سرطان الدم بكل ما أوتينا من إمكانات علمية وطبية، ولقد تم إحراز تقدم كبير على مستوى دولة قطر ونحن مستمرون في بذل كل جهد ممكن لإحراز المزيد من التقدم من حيث صقل خبراتنا ومعرفتنا للحد من انتشار الأمراض السرطانية ومعالجة مرضانا وزيادة عدد الناجين من هذه الأمراض في قطر وصولا إلى استئصال شافت هذه الأمراض من مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لجميع مرضى السرطان. مثل ما ذكرنا حنين احنا من بداية هذه الأزمة احنا كل يوم نصبح على إنجاز جديد، وهذا إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات المجال الطبي في قطر. نعم الحمد لله، احنا هدفنا من برنامج كذلك في الضحى ان احنا نسلط الضوء على كافة الإنجازات اللي قاعد تشهدها الدولة بكافة المجالات وكافة القطاعات. خبر صراحة وايد
يسعدنا لما نشوف احنا قاعد نتطور بهذه الجوانب المتعدده الطبيه الثقافيه الصحيه، وان شاء الله كل هذه الجوانب راح نتناولها اليوم في برنامج في الضحى. ايش رايك ناخذ خبر ثالث؟ يلا ناخذ الخبر الثالث، وخلينا نشوف من جريده العرب، والعنوان الداخليه تستطلع راي المسافرين حول خدمات امن وجوازات المطار. ننتقل الحين إلى هذا الخبر وبتفاصيل أكثر، حيث بدأت وزارة الداخلية نفس ما شفتوا استطلاع رأي المسافرين حول الخدمات اللي تقدمها إداريا لأمن المطار وطبعا لجوازات المطار، وذلك وصولا طبعا لسلسلة مستوحاتها الميدانية التي تقوم بها في مختلف إدارات الوزارات. طبعا يركز المسح الذي تشرف عليه إدارة التخطيط الاستراتيجية على قياس مدى الرضا عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارتين فيما يخص طبعا استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات دخولهم للبلاد وخروجهم منها، وتأمين طبعا متعلقاتهم الشخصية أثناء تواجدهم داخل المطار، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين المختصين. شيء ثاني أوضح الملازم أول اللي هو عبد الله حمد العطية الضابط بقسم الإحصاء بإدارة التخطيط الاستراتيجي إن استطلاعات الرأي اللي تنفذها الإدارة تهدف إلى قياس رأي الجمهور حول الخدمات اللي تقوم بها الإدارات المعنية طبعا بناء على خطة معدة، كما ترمي لإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارات بمختلف تخصصاتها. أكيد حنين، والآن راح ننتقل إلى آخر أخبارنا في هذه الجولة من جريدة الراية. وقطر الخيرية تكفل 50 يتيما كل 24 ساعة. أطلقت قطر الخيرية المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لمبادرة رفقاء لرعاية الأيتام عبر العالم التي تتبع لها تحت شعار رفقاء ويستمر العطاء، مستهدفة الوصول إلى كفالة 150 ألف يتيم حتى نهاية العام القادم، حيث تكفل قطر الخيرية 50 يتيما كل 24 ساعة لتكون بذلك أكبر حاضنة للأيتام في العالم، حيث رفعت عدد من تكفلهم الجمعية إلى 106,000 يتيم حتى الآن، من ضمنهم 73,000 يتيم تمت كفالتهم في السنوات الأربع الماضية، حيث تتراوح قيمة الكفالة الشهرية بين 200 إلى 250 ريال، مع العلم أن المبادرة توفر إمكانية التواصل بين الكفيل والمكفول مباشرة عن طريق المكالمات الصوتية والمرئية، كذلك توفر حسابا إلكترونيا لإدارة عمليات الكفالات وتتبع الاستطلاعات عفوا واستعراض أيضا التقارير. إذن ذكرنا في هذه الفقرة خبر اليوم الوطني، ذكرنا إنجاز طبي، ذكرنا إنجاز في المطار، وهذا إنجاز في جمعياتنا الخيرية حنين في كل المجالات. نصبح على إنجازات كل يوم إحنا. الحمد لله، ودائما لازم نسلط الضوء على الجانب الخيري والإنساني، وبارك الله فيهم ويعطيهم العافية. واجبنا إن إحنا المبادرات اللي قاعدة تصير دائما ننوه عليها ونسلط الضوء عليها، لأن أي جهة خيرية ما راح تحقق هذا النجاح دون إن إحنا نكون متواجدين لنشر الوعي بالتأكيد، وعلى أساس إن المجتمع لابد إن يكون له دور فعال وبناء في نجاح المبادرات والحملات اللي تقوم فيها كافة الجهات. أكيد حنين، إحنا انتهينا بهذا الخبر من جولتنا الصباحية في أبرز عناوين صحف قطر المحلية. الآن راح ننتقل وإياكم إلى تقرير عن المسيرة الوردية اللي كانت في سباير للتوعية بسرطان الثدي، وراح نرجع لكم إن شاء الله في برنامج في الضحى ولكن بعد الفاصل. الهدف من هذه الفعالية التوعية بمرض سرطان الثدي من خلال نشاط خفيف اللي هي رياضة المشي وأهمية الرياضة بمكافحة الأمراض وتنمية صحة الصحة نفسها. طبعاً هذه النسخة كان فيها إضافات جديدة مثل الحائط الوردي اللي سويناه للموظفين بشكل خاص، ومن ثم وأيضاً اللي هي الشريط الوردي اللي هي شعار مرض السرطان نفسه. Thank you.
متابعتنا في هذه الساعات، حياكم الله. قلت لكم عندنا مواضيع وفقرات عديدة ومتنوعة، اخترنا لكم أول موضوع وعنوان بهدف تعزيز التواصل الفكري. طبعاً راح نتكلم عن التعاون بين قطر وألمانيا وتعزيز فرص التبادل المعرفي والمعلوماتي مع أقطاب صناع النشر الدوليين، حيث شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في نسخته 69. وقد طبعاً أعلن خلال هذا المعرض عن أول كتاب أدبي قطري يترجم إلى اللغة الألمانية. هذا إحنا قاعدين نتحدث من البداية عن كثير من الأحداث والنشاطات المميزة، وهذا أحد الإنجازات المهمة، وعن أهمية مشاركة قطر طبعاً بالمعرض والذي يعد الأضخم من نوعه في العالم من حيث طبعاً عدد الناشرين والعناوين، وبالإضافة إلى لقاء أدباء ومؤلفين في كل المعارف والعلوم. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، وراح نستضيف أحد الشخصيات المهمة والمميزة، الأستاذ إبراهيم البوهاشم السيد، مدير إدارة المكتبات العامة والتراث وزارة الثقافة والرياضة. حياك الله معنا أستاذ، وسعيدين بتواجدك مع إنجاز جديد يضاف إلى قطر، فخورين فيه بالتأكيد، وراح نتحدث أكثر عن هذا الإنجاز وعن هذا الكتاب وعن هذا المعرض بتفاصيل أكثر. أستاذ إبراهيم، إحنا جدا سعداء بتواجدك معنا في برنامج فيض ضحى. بداية قبل أن نتكلم عن مشاركتكم في معرض فرانكفورت وعن الكتاب الذي ترجم باللغة الألمانية، خلنا نعرف هل هذه المشاركة تعتبر المشاركة الأولى لقطر في هذا المعرض؟ لا، الحقيقة طبعا وزارة الثقافة ومثل في إدارة المكتبات العامة عندها مشاركات دولية في المعارض الكتب من دول مجلس التعاون، يعني ذكرناها اللي هي المعارض الموجودة بدول الخليج، بالإضافة للمعارض العربية الموجودة هذه بعض الدول العربية اللي احنا نشارك فيها سنويا، وهذه طبعا من تأسيس وزارة الثقافة من قبل المجلس الوطني، ومن قبل أيضا وزارة الثقافة وزارة الإعلام والثقافة. المشاركات هذه تأتي أن في كل معرض كتاب تكون في مشاركة دولة قطر بجناح باسم قطر تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة. السنة هذه احنا عندنا أيضا مشاركات موجودة في طهران، وأيضا مشاركة موجودة في اسطنبول. هذه المشاركات السنوية، لأن الجدول السنوي الموجودة على المعارض الدولية اللي احنا نشارك فيها. معرض فرانكفورت احنا بدنا من 2003 أول مشاركة، إنما هذه المشاركة مشاركة مميزة أو متميزة أكثر، لأن هذه السنة الثقافية القطرية الألمانية. ففي نهاية العام في السنة الثقافية القطرية الألمانية ان احنا ممكن دائما تكون في المشاركه في معرض كانت في نهايه العام. طبعا هم بدوا السنه الثقافيه القطريه الالمانيه تحت اشراف اداره المتاحف، هيئه المتاحف طبعا اللي هي باشراف سعاده الشيخ المياسة، وهذه بدات طبعا من كذا سنه، كانت مع انجلترا او يوكي ومع الصين ومع البرازيل، طبعا السنه هذه مع المانيا، السنة الجاية إن شاء الله مع روسيا، واللي بعدها مع الهند وفرنسا وأمريكا إلى 1901 إلى 2021، بعدين طبعا 2022 الله يبلغنا إن شاء الله والكأس العالم. صحيح. السنة هذه طبعا اختتام السنة الثقافية طبعا بدأت في كتارة، يمكن المهرجان اللي أقيم في كتارة في بداية العام. في نهاية العام طبعا لأن معرض فرانكفورت يأتي في أكتوبر من كل سنة، فمثل ما يقولون ختام السنة الثقافية، في أيضا ختام السنة الثقافية السنة بشكل مختلف راح نتكلم عنه، أن لأول مرة قطر يعني طبعا تأسس اللي هو الديوان المركز الثقافي العربي في ألمانيا. المشاركة هذه السنة طبعا تختلف، يعني دائما مشاركاتنا موجودة، إنما مشاركات اللي هي لها علاقة بالنشر أكثر، تبادل مع المؤسسات النشر الموجودة، لأن مثل ما ذكرتي أن أكبر معرض في العالم لصناعة النشر. جميل. السنة هذه طبعا رؤية أيضا سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة أن تختلف، خل المشاركة تكون مشاركة ثقافية أكثر. فالسنة هذه شاركنا أن تكون في أيضا جانب تراثي، كان وجود المجلس، بعض الحرف التقليدية أيضا، هذه عملت إضافة للمعرض، هذه أنشطة مصاحبة للمعرض طبعا للمعرض. مثل ما ذكرتي أنت أن احنا أول مرة احنا ندشن كتاب أنه يترجم إلى اللغة الألمانية، ومن لمجموعة أكثر من 13 كاتب قطري
اسم الكتاب قطاف. طبعا ما شاء الله استاذ ابراهيم قاعد تعطي المعلومات كلها حتى ما يحتاج نسالك. هذه عن المعلومه عن المشاركه يعني طبعا. نعم. الكتاب هذا طبعا لاول مره طبعا لان احنا ما في ترجمات عندنا باللغه الالمانيه، دائما الترجمات تروح للغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. يمكن احنا ايضا نفكر في اللغات الثانيه. اللغه الالمانيه لغه مهمه طبعا. الدعم اللي قدمه الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في ألمانيا معاني يعني وقفته مع يعني مثل ما يقولون التظاهرة الثقافية كان لها قوة أيضا، حضوره والمشاركة. بالإضافة مثل ما ذكرت اهتمام الشيخ اهتمام وزير الثقافة بالجانب الثقافي هذا. قطر دائما حريصة على تبادل الثقافات بين دول مختلفة. ذكرت تكلمت عن الكتاب، فلا بد أن نحن نسلط الضوء عليه بتعمق أكثر كون أنه يترجم إلى الألمانية تحديدا. شنو مضمون الكتاب؟ الكتاب إدارة البحوث والدراسات عندنا بوزارة الثقافة اختاروا مجموعة من القصص القصيرة لكتاب قطريين، لأدباء قطريين، وقاموا بترجمتها. طبعا الفترة اللي خذت الترجمة وشالت هذه كانت يعني أيضا أخذ من عندنا وقت، لأن البحث عن المترجم الألماني اللي ممكن يعرف اللغة العربية ويحول اللغة الألمانية. فبالفعل كانت تجربتنا هذه، وتجربة الحمد لله كانت يعني ناجحة، لأن بالفعل كان في إقبال كبير. يعني أنا ما أتصور، يعني أنا ما كنت متوقع أن الجناح القطري بيكون مثل خلية عالم فيها. أنت قاعد تقول لأن في فعاليات كثيرة مصاحبة في الجناح، علشان كذي يمكن هذه بعد أحد أسباب الجذب اللي تحقق. نعم صحيح. إحنا أستاذ إبراهيم لو نتذكر ونشوف كل مشاركات دول قطر في الخارج، سواء كان في معرض إكسبو على سبيل المثال أو حتى في أي معرض كتاب، الجناح القطري دائما يكون مميز ويفوز بأفضل تصميم ودائما يكون عليه إقبال. فشلون كان الإقبال والتفاعل الحضور المعرض مع الجناح القطري بالتحديد؟ أنا مثل ما كنت ذكرت بشكل سريع أن بالفعل كان في إقبال كبير، وإقبال بالفعل على الكتاب أيضا، لأن أيضا يعني إحنا متوقعين وإحنا رايحين المعرض، لأن إحنا عندنا شغلة مثل ما يقولون تقنية أكثر مع دور النشر ومع العلاقة بالترجمة وما شابه ذلك. بس عندنا السنة الثقافية، فالجانب الثقافي هذا عمل جذب. يعني احنا كانت اضافة، وهذه بالفعل انه كان في نوع، كان معنا خطاط، كانت احد الفتيات القطريات المتميزة في الخط العربي، فكان في اقبال يعني غير شكل عليه. يعني ما في مسكينة ما كانت ترتاح يعني من كتابة الاسماء الالمانية الى اللغة العربية. وطبعا هذه جمالية الخط العربي جمالية جدا مهمة، عملت نوع من الجذب. ايضا الفن التشكيلي، صناعة الجبس، ونشوفون يمكن بس لما يلبسون هذه الشغلة. أيضا إحنا قدرنا مثلا من السعف ومن السدو نعمل شغلات لها علاقة بالكتاب ونهديهم، مثل البوك مارك، القطع اللي تنحط في الكتاب اللي هي الفاصل. جميل. أيوة. من السدو أو من السعف أو من النسيج، شيء يعبر عن الثقافة، عن الثقافة أو عن تراثنا يعني. أيضا يعني التضامن، أنا يعني لاحظت بالفعل يعني أن التضامن أيضا الألمان أو العرب الألمان أو المقيمين في ألمانيا أيضا مع حصار دولة قطر كان يعني بشكل ملحوظ جدا، أن كان يعني توافد العالم تضامنا مع قطر. فهذا أيضا يعني أعطانا نوع من الحماس أكثر، أن نشوف مثلا يعني يمكن حتى احنا نشوف الحسد في عيون الدول المحاصرة شوي في الزحمة الموجودة. كان في تضامن من قبلهم مع دولة قطر، وأيضا إقبال مثل ما ذكرت وتفضلت على الجناح القطري، وهذا هو المهم في عملية نشر ثقافتنا بالنسبة للعالم الآخر. صحيح. يعني نقدر نقول أستاذ إبراهيم أنت الحين أعطيتنا مجموعة الفقرات والفعاليات كانت مصاحبة بالإضافة إلى نشر الكتاب، تحدثنا عن هذا الكتاب وأهميته مضمونها باختصار، ذكرت انه عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة نعم اللي ترجمت للغة الألمانية. وهذه طبعا الكتاب هذه البداية. ايضا هناك خطة موجودة عن وزارة الثقافة والرياضة ان تكون خلال السنة الجاية تكون مجموعة من الكتب ايضا تترجم الى اللغة الألمانية. فقط راح يتم الترجمة الألمانية ولا احتمال راح يكون للغات الترجمة الألمانية؟ احنا عندنا ايضا السنة الجاية ان شاء الله السنة القطرية الروسية ايضا راح يعني تكون ان احنا نوصل ثقافة او يعني ادبائنا ومثقفين ايضا الى
عكس المضمون القطري يعني للمجتمعات صحيح. الخارجية. يعني هذا جزء من الفعالية، أنا لم أذكر الفعاليات كلها، يعني يمكن الفعالية الثانية اللي إحنا أيضا لأول مرة، يعني دائما كنا نشارك في معارض الكتب بموظفين وزارة الثقافة لهم علاقة بالنشر. السنة هذه بدينا بخطوة ثانية إن إحنا شاركوا معنا مجموعة من المثقفين القطريين والمؤلفين بالأحرى، يعني كانوا معنا مجموعة، يعني إحنا قدرنا يكونوا معنا أكثر من 5 أشخاص أو 5 مؤلفين قطريين متواجدين في الجناح القطري، زاروا المعرض، تعرفوا على صناعة النشر، وأيضا عملوا نوع من العلاقات الموجودة مع الناشرين الألمان أو الأجانب، يعني حتى صارت لهم علاقات حتى مع دول أفريقية ومع دول في أمريكا اللاتينية، كيف يوصلون يعني بالروائي القطري أو بهذا، يعني معانا كان الدكتور أحمد عبد الملك، الأستاذ عبد العزيز المحمود أيضا من الروائيين القطريين، إبراهيم بن هاشم السادة، مجموعة الأستاذ حمد زكيبة، يعني الأستاذ حمد زكيبة أيضا عنده ترجمة قصص أو عنده بعض القصص مترجمة إلى اللغة الهندية، فالوصول يعني الى العالم الى دول العالم او اللغات الحيه في العالم، لان هذه مهمه جدا ان كيف ممكن نقل ثقافتنا. وطبعا في نهايه اليوم الاخير من المعرض، احنا طبعا المعرض مقسم الى عده ايام، 3 أيام الأولى هي أيام مثل ما يسمونها أيام التجارية أو البزنس، التعاملات التجارية والتعاملات اللي لها علاقة بالصناعة، واليومين الأخيرين يكون يوم للضيوف أو لعامة الناس. طبعا في اليوم الأخير احنا عملنا ندوة، وهذه ندوة جدا مهمة، راح ننقل الندوة هذه إن شاء الله إلى أيضا إلى الدوحة في المعرض. الندوة هذه قدمتها مستشرقة ألمانية بالتعاون مع سفارة دولة قطر في ألمانيا، عنوانها عن علاقة الشرق بالغرب في أشعار جوتا، الشاعر الألماني جوتا، لأنه بالفعل يتكلم كثير عن الشرق وعن شعراء في المنطقة. فقدمت الدكتورة جربرت الندوة هذه بالتعاون مع وزارة الثقافة. طبعا أيضا سعادة السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن من خلال المعرض أيضا عن الديوان. الديوان هو المركز الثقافي العربي في ألمانيا اللي متبنى متبنية دولة قطر، وإن شاء الله راح يكون افتتاحه قريب. جميل. احنا أيضا ما راح ننسى كونك أيضا مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، احنا تكلمنا عن المشاركة اللي في فرانكفورت، لكن أيضا الجمهور يهم معرض الدوحة الدولي للكتاب، فحدثنا عن استعداداتكم لهذا المعرض وأبرز الأمور اللي راح تطرأ جديدة على هذا المعرض. طبعا معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورة 28، كثير العالم كانت تراهن أنه والله لا قطر محاصرة ما في معرض، لا بالعكس في معرض، لأن المعرض هذا جانب ثقافي مهم جدا. المعرض الدوحة الدولي للكتاب من المعارض المهمة في المنطقة العربية، حضور كبير، المشاركين الناشرين موجودين في عدد كبير، الحمد لله يعني احنا توفقنا فيها في السنوات هذه كلها، ويعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب ثالث معرض عربي أقيم، يعني قبل أي دولة خليجية. احنا بدأنا في المعرض في 72، وأيضا قبلها يمكن في 69 في هناك باحث قطري أيضا يعمل دراسة عن بدأ معرض الدوحة الكتاب. السنة هذه طبعا رغم المراهنات دول الحصار أو ناس من دول الحصار أن معرض الدوحة أو محاربة معرض الدوحة، يعني أحد الزملاء أو الأخوة اللي معانا في دور الناشر أو معانا في اتحاد الناشرين العرب بعث كتاب إلى اتحاد الناشرين العرب، كتاب رسالة جدا قوية أن مقاطعة معرض الدوحة الدولي كتاب بحكم أن دولنا مقاطعة وكذا وكذا، يعني من الكلام هذا الكبير، بس ما يشوفك برا يأخذك بالحضن. المعرض أمانة أستاذ إبراهيم في النسخ السابقة يعتبر من أقوى المعارض، وأنا متأكدة أن هالمرة راح يسوون شيء خيالي بالتأكيد وبيكون بقوة جدا عالية إن شاء الله، لأن المعرض أيضا لا يعني مثل ما قلت ذكرت حميته دائما، يعني في مبالغات موجودة في المعارض، أنا ممكن أنا أجلس أقول المعرض العام كان الأكبر أو الأقوى أو في عدد من دور النشر، وهذه تصير من الطرائف اللي تصير دائما بيننا وبين مدراء المعارض العربية الثانية، فيقول لي مدير المعرض والله اليوم كان أنا عندي 250 ألف واحد وقت الظهر،
المعرض كان مليان، فهي لست نضحك فيها بقول يعني لو 250 ألف واحد وانت مساحتك 25 ألف متر مربع، يعني كل واحد واقف في متر، مو معقول. أنا ممكن أقول أرقام كبيرة صحيح. بس بالفعل يعني معرض الدوحة بالنسبة للناشرين العرب أو الأجانب يعتبر من معارض جدا قوية مهمة أيضا. الـ 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 يعني المواطنين في قطر والمقيمين يعني يعني لما يجي وقت المعرض بالفعل يعني قوة تعتبر لهم قوة شرائية كبيرة صحيح. السنة هذه طبعا المعرض احنا ما عندنا أي مشكلة في بعض المشاركات اللي موجودة، بالعكس احنا قدرنا نغطي بمشاركات. الآن احنا عندنا يمكن ذكرها سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة ان احنا بالفعل عندنا قائمة من الانتظار الآن، يعني يالسين نقول حق الناس صبروا وما عندنا مكان لأن يالسين هذه، بالإضافة ان موجودة السنة أيضا يعني مركزين على أنشطة معينة، لأن بالفعل على التركيز على القراءة يعني على النشاط الشبابي. هناك ملتقى الثاني، ملتقى الشبابي الثاني اللي أقيم العام الماضي الأول السنة الثاني من خلال المعرض كتاب. أيضا الطفل، مهتمين بالطفل وقراءة الطفل مع يعني مع مؤسسة قطر للعلوم، أيضا كيف ندعم القراءة، المكتبة الوطنية، يعني كل الجهات اللي علاقة بالثقافة موجودة في المعرض. نقدر نقول احنا استاذ ابراهيم مقطع كلامك لبك الخير، مشاركتكم في معرض فرانكفورت هي عبارة عن ترويج لمعرض معرض الدوحة ومروج نفسه، يعني ما يحتاج ترويج، انما مشاركتنا في فرانكفورت او مشاركتنا احنا هذه بالتبادل الثقافي موجود بالفعل. يعني احنا لما نروح مثلا اي مكان وتصير تبادل من العلاقات تكون من نوع من الجذب. يعني احنا خلنا ناخذ على مثال احد الدول، كنا المشاركين كان عندنا في السينما اللي قبلها عدد 15 دار نشر العام الماضي، لان قمنا بالزيارات لهم وصلنا ل 24 السنه، وصلنا ل 60 معاهم 60 دار نشر، فكلها تبتدي على العلاقات وعلى الزيارات هذه، لان بالفعل يعني كثير من الدور النشر يمكن يعني كما سمعت بس ما شاركت أو مترددة، فأنت تفتحي أبواب كثيرة لكتب مختلفة، كتب أكاديمية، كتب متميزة تكون موجودة. طبعا نحاول ودائما هالتوجيهات الموجودة عندنا أن احنا نجيب الكتب المتميزة، ما نبي يعني مثل ما يقولون أي كتاب يكون موجود في المعرض، لا بالفعل يكون كتب متميزة عشان القارئ يقدر يحصل على هذا الكتاب المميز أو كتاب الجيد أو المناسب أيضا. أستاذ، نرجع لفرانكفورت تحديدا، الكتب والمؤلفات اللي موجودة في المعرض تحديدا في الخاصة للجناح القطري، ممكن نتكلم شوي عنها؟ احنا السنة هذه طبعا يمكن العادة كنا نشارك بكتب صادرة عن وزارة الثقافة، السنة هذه لا، قلنا احنا اسم الجناح مو باسم الجناح وزارة الثقافة، اسم الجناح دولة قطر، يعني كل المؤسسات الثقافية الموجودة في قطر شاركت معنا، كانوا مشاركين معنا جائزة كتار الرواية العربية، وكان ممثل عنهم شاركوا معنا مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية أيضا بشخص ممثل عنهم ومجموعة من كتبهم، أخذنا معنا مجموعة من كتب المتاحف، متاحف قطر، كتب الجزيرة للدراسات كان معنا، مركز حمد بن خليفة للدراسات والنشر أيضا كانوا معنا كتبهم. فهذه المشاركات الخارجية تكون مشاركات باسم قطر، يعني عندنا من ضمن المشاركة الآن مثلا الأسبوع الجاي احنا مشاركين في اسطنبول، معرض اسطنبول الدولي، أيضا مشاركتنا بجناح قطر، بعدها طبعا الكويت وتنمي خلصين السودان، فكل الدول هذه مشاركات مستمرة. احنا استاذ ابراهيم نشكر تواجدك معنا في هذه الفقرة من برنامج فيضة، نتمنى التوفيق لكل ما يمثل دولة قطر في المحافل الخارجية، وايضا التوفيق لمعرض الدوحة الدولي للكتاب اللي الكل ينتظره في قطر ان شاء الله. ان شاء الله تشوفون المعرض. يعطيك العافية استاذ ابراهيم. التغطيات اكيد راح تكون مستمرة معاكم في تواجدكم في تمثيلكم طبعا لدول وتعاون كثير مع الدول اللي انت ذكرتها من شوي. يعطيك العافية، شكرا لتواجدك بالتاكيد والمعلومات اللي انت قدمتها لنا، وإن شاء الله دائما تكون موجود معنا في استديو في الضحى علشان نتناقش أكثر بمواضيع مهمة وثقافية بالتأكيد. يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لتلفزيون قطر طبعا وتميزكم في الضحى. هذا واجب لتلفزيون قطر. إذن مشاهدي الكرام، من مشاركة قطر في معرض فرانكفورت للكتاب راح ننتقل إلى فاصل ونرجع لكم إن شاء الله فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج في الضحى.
حاليا من الامور اللي الكل يتكلم عنها في هذه الفتره هي موسم التقييم واستعدادات الناس لموسم التقييم وعمليه التسجيل الالكتروني وايضا عمليه اصدار التراخيص. وزاره البلديه والبيئه مشكوره قامت بحركه حلوه هذا الموسم لموسم التقييم، وهي ان راحت للناس وبدل ما الناس يروحون للوحدات ويروحون يسجلون ياخذون الترخيص او لوحه المخيم هي تروح لها، فقامت وزاره البلديه الحين قلت كل الكلام اللي راح المفروض يقوله عمر. راح ننتقل الان الى التقرير اللي راح يتحدث عن موسم التخييم وجهود وزاره البلديه والبيئه في عمليه اصدار تراخيص التخييم. مميزة موسم التخييم هذا العام كثيرة، أهمها تسليم اللوحات في نفس وقت التسجيل بعد دفع مبلغ التأمين مباشرة، بحيث لا يحتاج الشخص المعني الذهاب إلى الوحدة المعنية، بالإضافة إلى فتح خط جديد للتسجيل في المجمعات التجارية. التسجيل للتخييم يتطلب فقط البطاقة الشخصية ودفع مبلغ التأمين عن طريق بطاقة البنك. الحمد لله بيض الله وجههم، خدمونا بالشيء الكثير بدل ما انت عنا ولا نروح وحده، انت موجود عندهم يطلعون كل شيء ويسهلون كل امر فالوقت الحالي وفي نفس الوقت بعد انه يكون ان شاء الله فوق 2000 طلب. والمخيمات طبعا ما نقدر نحددها الا ان نسكرنا وهو تسجيل التخييم ووضعه المخيمات على الارض، ممكن هنا تكون الاحصائيه دقيقه وان شاء الله تسجيله راح ينتهي يوم الثلاثاء ان شاء الله. موسم التخييم تسبقه تدابير وإجراءات للتسهيل على المواطنين خلال عملية التسجيل واختيار أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق بين عدد من الجهات لضمان خروج الموسم بالصورة المثالية التي يريدها الجميع بتوفير كافة الخدمات للمخيمين. هي الرسالة توعوية بمعنى الأصح، واحتكاكنا بالجمهور لتوعية الجمهور بالبيئة والحفاظ عليها والحفاظ على الحياة الفطرية. اللي حاب يغير مكانها لأن في أماكن تكون مسكرة فتفتح من جديد، فهو يكون مسجل في مكان ثاني وحاب أنه يغير مكانه، فيجي يسألنا إذا هل بإمكانه يغير المكان أو لا، فإن شاء الله نحاول إذا في أماكن تفتح نحاول نغير من الأماكن الثانية من مكان العلاج. الموسم سيشهد تقدما كبيرا في مستوى الخدمات المقدمة للمخيمين في كافة المواقع الساحلية والبرية، والهدف الأساسي تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن أثناء الموسم، ومن بينها مخاطبة شركات الاتصالات لدعم شبكة المحمول وإقامة محطات لتقوية الإرسال في بعض مواقع التخييم، علاوة على توفير محطات لشحن الهواتف المحمولة بالطاقة الشمسية. أنا مصرة نروح نادي قطر. يلا نروح نادي قطر. خلونا نشوف الحين مع زميلنا عمر. عمر الشمري معانا ولا للحين؟ صباح الخير عمر. تحية بداية طبعا لك وللزملاء في الاستوديو وايضا لمشاهدين شاشة تلفزيون قطر، اجمل تحية متواجدين في هذه الاثناء في نادي قطر لتسليط الضوء على الفعاليات الكشفية التي تقام في نادي قطر. طبعا بنتعرف اكثر على هذه الفعالية اليوم مع اختنا سارة ابراهيم، طبعا هي المنسقة ورئيسة هذه الفعالية، نتعرف عليها. مرحبا ومسهلا فيك. مرحبتين، هلا ومرحبا. بداية اختي سارة، تكلمينا عن الأندية الكشفية، تكلمينا عن هذا النشاط، ايش هو وعدد المشاركات اللي موجودة؟ في البداية تقدم بالشكر الجزيل إلى تلفزيون قطر لتغطية فعاليات جمعية الكشافة ومرشدات القطرية. اليوم احنا في النادي تجمع الأشبال الكشفي الأول. احنا عندنا التجمع تجمعين، التجمع الأول والتجمع الثاني ضمن خطة الكشافة سنويا، تكون هذه الخطة يعني يكون فيها تجمع. تكلمينا عن الفعاليات الكشفية على يعني مدار السنة، نبي نتعرف أكثر على دور عيالنا هذول اللي نشوفهم الآن قدامنا الله يحفظهم، إيش يسوون يعني من فعاليات؟ إحنا في مدار السنة كاملة عندنا مناسبات الدولية اللي تخص الدولة، تكون مشاركات جمعية الكشافة فيها فعالة. عندنا في كذلك عندنا البرامج والأنشطة التابعة حق جمعية الكشافة نتم نفعلها في المدارس.
سواء كانت صحية أو توعوية أو تربوية مع مشاركات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولة. كلمينا عن هذه المشاركات مع الجهات الحكومية اللي ذكرتيها الحين، شنو نوع المشاركات اللي بينكم والتعاون اللي بينكم؟ عندنا في المؤسسات والجهات الحكومية تكون كورش، يقدمون لنا ورش أو يكون معانا بحملات. يعني العام كنا سوينا حملة سلامتي في مدرستي، وكنا مع جهة المرور، فحاولنا أن نغطيها على 30 مدرسة اللي تابعين لنا. إن ما شاء الله 30 مدرسة. طيب كيف شايفين تفاعل المدارس معاكم، وكيف يتم ترشيح الطلبة لهذا يعني البرنامج، برنامج الكشفي أو النادي الكشفي؟ والله التفاعل وايد قوي، يعني كل حاب إنه يدخل. يعني عندنا مدارس إحنا حاطين عدد الأشبال يكون من 24 من 24 لين 32 شبل، فعندنا مدارس من تفاعل وحب الأشبال يبون يدخلون، يعني يوصل العدد 50 حاليا في هذه الأثناء. طبعا حنا جالسين نشوف صور عن الفعالية التي نظمت اليوم في نادي قطر للأندية الكشفية، شاركت فيها عدد من مدارس قطر. طبعا بنتعرف أكثر على هذه الفعالية اليوم في ظل تواجد أختنا سارة إبراهيم. أختي سارة، تكلمينا عن هل في نية أنكم تزيدون هذا العدد؟ أنت ذكرتي أنه 32 لكل مدرسة، هل في مثلا تطلعات إلى زيادة هذا العدد؟ احنا نتمنى أن مدارس أكثر تدش في الكشافة، فإحنا نحاول نغطي مدارس الدولة كلها، سواء كانت بنات بنين نموذجي أشبال إعدادي ثانوي جامعة، نغطيها كلها إن شاء الله. طيب لو تحدثنا عن البرنامج اللي حنا متواجدين فيه الآن اليوم، المشاركات هذه اللي نشوفها حولنا، الورش هذه من وين؟ هذه من مؤسسات الدولة مختلفة. عندنا مؤسسة حمد الطبية مشاركة بأربع ورش، عندنا المرور، عندنا الدفاع المدني، عندنا جمعية السكري، جمعية القناص، عندنا جمعية الكشافة، عندنا الدعم الاجتماعي، عندنا يعني كذا ورشة الإسعاف. أنا شفت الطلبة يدورون على هذه الورش، كل شوي يجون عند ورشة ويقعدون عندها، إيش المعلومات اللي يقدمونها لهم؟ مثل ما احنا شايفين الآن مشاهدينا في الخلف مباشرة، هم موجودين الآن عند ورشة قيمي. تكلمينا عن نوع المعلومات اللي يتلقونها من هذه الورش ومشاركاتهم فيها. يعني الحين احنا عندنا مجموعة ورش نهدف ان نكسب الأشبال مهارات وخبرات ويتعرفون على التراث، بعد احنا عندنا ورشات تراثية نهدف بعد، والقيم ان احنا نبيها على اساس ان الأشبال ياخذون القيم المفيدة منها. أنتم إن شاء الله أهل لهذه القيم، وأكيد بتوصلون لهم المعلومة المفيدة لهم. تكلمين عن هل في لكم نية يكون لكم مشاركات في اليوم الوطني؟ إن شاء الله هذه بيكون أول أساسياتنا في اليوم الوطني إن شاء الله. إن شاء الله بنشوف هذول الأشبال يشاركون في فعاليات اليوم الوطني يكون لهم مشاركات أكثر. شنو خططكم المستقبلية؟ خططنا المستقبلية إن شاء الله أن ندخل أو تكون الكشافة في كل مؤسسات الدولة، يعني متفاعلة معاهم، غير أن في اليوم الوطني إن شاء الله بيكون المدارس أكثر من هذا الشيء، يعني بيكونون نحاول نكون 30 مدرسة. والله لو تسمحين لي أني أضيف أيضا سؤال، أنا ودي أعرف إيش الشروط اللي تخليكم تقبلون مثلا الأسامي اللي تتقدم لكم للدخول في النادي الكشفي، إيش الشروط؟ عندنا الكشافة عندنا مجموعة شروط، يعني أول شيء يكون الياهل يعني في حركة، احنا نحب يكون حركي الشبل، ايوه نشط، ايوه وفي حركه، غير شيء انه يتقيد بالمبادئ مثلا احترام الغير، احترام الكبير، العطف على الصغير، ايوه يعني هاي الاشياء. تكلمينا عن المدارس دورها في انها تنمي هذه الخصال حتى تصير انها تشمل كافه يعني الطلبه في المدارس، وما تقتصر فقط على اشخاص معينين. المدارس عندنا احنا لهم مجموعة قيم والوعد والقانون، ملزمين المدارس فياخذون منهم هذا الوعد والقانون ويطبقونهم على الأشبال. ايوه يمكن المشاهد وانا ايضا يمكن عندنا شح في المعلومات عن الأندية الكشفية، نبي نعرف ايش هي الاعمار يعني للأندية الكشفية، من اي عمر لين يعني العمر المسموح فيه؟ العمر مسموح فيه احنا نغطي جميع المراحل المدارس، يعني جمعية الكشافة تغطي الزهرات، انا بتكلم اول شيء عن البنات بعدين البنين، تغطي الزهرات اللي هي المرحلة الابتدائية، عندنا المرحلة الثانوية المرشدات، مرشدات متقدمات، مرشدات الثانوي، والمرشدة المتقدمة اللي هي الجامعة. البنين نفس الشيء احنا ماسكينهم من الاطفال، يعني مرحلة الروض نسميه البرعم،
وبعدين الأشبال مدارس النموذجية والكشاف اللي هو المدارس الثانوية والإعدادي والجامعة. الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا الأخت سارة أنا أشكرك جزيل الشكر على كل الجهود اللي تقومون فيها هنا في يعني تنظيم مثل هذه الفعاليات، لا سيما هذه الفعالية اللي متواجدين فيها اليوم اللي هي فعالية الأندية الكشفية. شكرا لك. عفو، الله يعطيك العافية، مشكورين. إذن مشاهدينا حقيقة احنا نتمنى لعيالنا وأشبالنا الله يحفظهم التوفيق في فعالياتهم وفي مسيرتهم التعليمية، ونشكر كل من يساعدهم في بلوغ هذه الغاية، ونشكر المنظمين منظمين هذه الفعالية، وأيضا نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونرجع إلى استوديو برنامج في الضحى. يعطيك العافية زميلنا عمر، وشكرا تأكيد لضيفك الكريم والمعلومات اللي أنتم قدمتوها. نقدر نقول الكشافة نقدر هي حركة شبابية فكرية تطوعية تربوية، طبعا تهدف إلى أن شنو؟ زراعة القيم وتقوية طبعا البدنية والثقافية في نفس الوقت. يعني كشافة شيء جدا مهم جدا مميز، خاصة نفس ما ذكرت أنت مختارين أعمار ومتسلسلين في دراسة واستراتيجية بالتأكيد على أساس يزرعون هذه الثقافة للأطفال من عمر صغير. أكيد حنين، وما استهدف فقط طلاب المرحلة النموذجية، بل حتى شفنا فعاليات تستهدف طلبة الإعدادي الثانوي وأيضا وصولا إلى المستوى الجامعي. الآن مشاهدين الكرام من الكشافة راح ننتقل إلى موضوع آخر، ونتعرف على فعاليات بطولة هذاب لقفز الحواجز من خلال هذا التقرير، ولنا عودة إن شاء الله. نسخة جديدة متميزة لفرسان الأصالة من خلال بطولة هذاب لقفز الحواجز، شارك فيها ما يقارب 56 فارسا وفارسة تألقوا في مباريات اليوم الأول للبطولة. كان النتائج طيبة، كذلك الجاهزية، كنا احنا على جاهزية من ناحية التزام بالتوقيت، بما انه هو تحدي لنا في فروسية، التحكم بالوقت نوعا ما صعب، لذلك الحمد لله قدرنا نوصل لأوقات المناسبة، وكذلك الفرسان بين عدد كبير من الفرسان مستوى جاهزية عالية، بحكم احنا بعد أسبوعين عندنا بطولة Global Champions Tour، وهذه البطولة كانت نوع من التجهيز لهم. المباراة الأولى شهدت تنافسا كبيرا بين 39 فارسا وفارسة، وكانت من جولتين، وعلى ارتفاع حواجز بلغ 100 سنتيمتر إلى 115. توج بالمركز الأول الفارس محمد القاشوطي، وتبعه ثانيا الفارس حمد ناصر القاضي، أما ثالثا فجاء الفارس غانم ناصر القاضي. والله كانت منافسة قوية، كنت متصدر الأول بس حدش أخويا بعدين هذا الثاني، بعدين دش محمد القشوطي وخذ الأول. كانت منافسة صعبة بس الحمد لله على المركز الثالث. المباراة الثانية فكانت ضد الوقت ومن جولة واحدة، على ارتفاع حواجز بلغ 115 سنتيمترا إلى 125. تصدر المركز الأول الفارس محمد طالب الصعاق، وحل ثانيا الفارس سعيد ناصر القاضي، وتبعه ثالثا الفارس حمد ناصر القاضي. طبعا في البطولة الأولى بطولة هذاب أول بطولة في الموسم، طبعا كل الخيل كان أكثر الناس كانوا يجهزون حق البطولات القادمة، على بطولة يجهزون، على أول بطولة يركبون في هدوء أخف شوي، البطولة الثانية يشدون على الخيل شوي، من بعد البطولة الثانية والثالثة الناس يشتغلون صح على البطولات الدولية القادمة إن شاء الله. يذكر أن هذه النسخة تشمل منافسات الترويض، وذلك تشجيعا للفرسان والفارسات للإقبال على هذه الرياضة الأولمبية وتوسيع قاعدة ممارسيها في قطر. شفنا معاكم مشاهدين الكرام هذا التقرير لمنافسات قفز الحواجز في بطولة هذاب. شلونك مع الفروسية حنين؟ والله أنت لو كنت متابع البرامج اللي قدمناها في درب المدينة وإبداعات كنت تشوف أن إحنا 24 ساعة متواجدين في الفروسية، وبكافة المجالات والأماكن طبعا تدعم الرياضة وتشجع الشباب والمبدعين والمتميزين في كافة القطاعات، ماشي الحال. أكيد كلنا نهتم بمثل هذه الرياضات، وبالفعل بادرة جميلة خلنا نقول من الأخوان في الشقب على هذه الفعاليات اللي تختص في مجال الفروسية. الآن مشاهدي الكرام فاصل، ونرجع لكم فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج في الضحى.
رجعنا لكم من جديد مشاهدي الكرام في آخر فقرات حلقة اليوم من برنامج في الضحى، واللي راح نتحدث فيها عن الجامعة الوطنية، جامعة قطر وبالتحديد كلية الصيدلة، اللي في السنوات الأخيرة أمانة في إقبال كبير من الطالبات القطريات للالتحاق بكلية الصيدلة. تفاصيل أكثر عن كلية الصيدلة والبرامج الموجودة في كلية الصيدلة وطبيعة الدراسة فيها راح تكون مع الطالبة رضوى الأنصاري، طالبة سنة رابعة في كلية الصيدلة. صباحك الله بالخير وسعداء بتواجدك معنا في برنامج في الضحى. صباح الخير رضوى، يعطيك العافيه حبيبتي. باقي لنا ان شاء الله وخلاص ان شاء الله ربي يوفقك، طبعا يوفق جميع الطلاب والطالبات. ما راح اسالك الحين اي سؤال، ايش رايك نروح حق زميلنا خليفه وبعدين نرجع نتكلم عن كليه الصيدله ونتكلم اكثر عن هذه السنوات الدراسيه اللي انت قضيتيها وتفاصيل اكثر. نروح ان شاء الله. خلونا نروح اذا الى خليفه رماحي مع اعلامي المستقبل ومعهد الجزيره للاعلام. صباحك الله بالنور والسرور والسعاده اخوي خليفه. صباح الخير زميلة حنين، طبعا في البداية نصبح عليك، نصبح على زميل سلمان وعلى جميع الزملاء اللي عندك، ودائما خصب التصبيحة مشاهدينا ومتابعينا وامهاتنا الكبار شيباننا وعيائزنا، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم مثل ما ذكرت زميلة حنين متواجدين في معهد الجزيرة للإعلام، وهناك أيضا ورشة لإعلام المستقبل، طبعا يدير هذه الورشة الزميل المتميز دائما المذيع علي المسلماني، وأيضا الزميلة المتألقة دائما إيمان الكعبي. في البداية راح ألتقي مع أخوي علي. أخوي علي صباحك الله بالخير وقواك الله في هذه الكوكبة الجميلة مع أطفالنا اليوم، كلمني عن هذه الورشة. طبعا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين تلفزيون قطر. طبعا الورشة هذه هي الورشة الثانية من أكثر من 5 ورش في فعاليات إعلام المستقبل، هي ضمن فعاليات اليوم الوطني إن شاء الله، وإحنا نحاول إن إحنا نهيئ جيل جديد من يعني أبنائنا الطلاب خصوصا في المرحلة الابتدائية أن يكونون في المستقبل إعلاميين، ونغرس فيهم حب هذه المهنة من البداية. يعني يمكن إحنا بدينا من سنوات أعمار كبيرة، فنحاول نختصر هذه السنوات. كنت صغير، أنا أذكر في تلفزيون قطر كنت صغير وما زلت صغير. الله يرحم والديك. بس إحنا نتكلم عن أصغر، يعني من الابتدائي نتكلم عن سن صغيرة جدا، يعني بالنسبة حق واحد تعطيه يعني أساسيات الإعلام، فهذا راح يختصر له سنين كثيرة من عمره. ونحاول أن نصفي، يعني إحنا بدينا ب 45 طالب و 45 طالبة، اليوم عندنا 15، في الحفل الختام راح يكونوا 3 فائزين، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نعم أخي علي، دائما إحنا نقول يمكن اليوم أنت قلت نصفي من 45 إلى 15، لكن دائما في الإعلام يمكن هناك عقدة، إذا قدرنا نسميها عقدة، اللي هي عقدة طبعا يعني التصنيف في هؤلاء الطلبة أو الطالبات، وفي النهاية نصف على 1 أو 2. ليش أخي علي؟ طبعا هي نفس ما يعني نشبهها حتى بلعبة الكرة، يعني لعبة الكرة في البراعم يكون عددهم 50 و60 لاعب، لكن إذا صفالك منهم 3 لعيبة أو 4 لعيبة للفريق الأول أنت راح تكون كمدرب سعيد. فأنا يعني في الإعلام 45 أكيد مش كلهم حابين يكونوا إعلاميين، أو مش كلهم ينفعون يكونون إعلاميين مثلا، لكن إحنا نحاول الناس ما تقول نغرس فيهم، نحببهم في هذه المهنة. في النهاية الموهوب راح يفرق عن الباقي، اللي عنده مثلا القراءة الممتازة راح يفرق عن الباقي، اللي عنده مثلا حب المجال راح يفرق. فهي مجرد فروقات فردية، يعني هي اللي تفرق في النهاية، لكن في النهاية إذا أنت وصلت لهم الأساسيات أنت راح تكون سعيد لو طلع لك واحد، حتى لو مذيع واحد طلع من هالشباب أو البنات احنا راح نكون سعداء، خصوصا يعني في هذه الفترة اللي قطر محتاجة فيها لكل أبنائها في كل المجالات. يعني احنا يعني الأمور اللي حدثت للقطر والأشياء هذه أكدت أن احنا لازم نعتمد على عيالنا ولازم نعتمد على أبنائنا في الإعلام وحتى في كل المجالات الثانية. نعم أخي علي برجع لك، لكن أيضا عندي الإعلامية المتميزة دائما ويمكن تسمعونها من خلال إذاعة قطر، أختي إيمان الكعبي. أختي إيمان، ليش أول شيء في البداية ليش العنصر، نقول عنصر البنات فقط في هذه الورشة؟ هو مش عنصر بنات، هو في عنصر أولاد. كان أمس زميل علي المسلماني هو اللي طارح ورشة الأولاد، لأن علي هو المختص بالأولاد وأنا المختصة بالبنات، فما في عنصر نسائي، كلنا نكمل بعض في النهاية، وكلنا الهدف واحد من هذه الفعالية أن نخرج جيل إعلامي يخاطب الساحة الإعلامية في قطر بكل مصداقية. نعم أختي إيمان، اللي شفتيه الآن من تواجد هذه العناصر الصغيرة اللي أكيد عندها طموح أن تكون في المستقبل إعلاميات وبارزات، شو اللي شفتيه منهم بأمانة؟
يعني احنا نفس ما قال علي يمكن بدينا بمجموعه كبيره من انا عن نفسي كان عندي 45 طالبه. كنت في حيره من امري لان انا اوصل لاختيار 15 طالبه كان جميعهم مبدعات مميزات، لكن قلت لهم من شوي ان انتم كنتوا افضل الافضل، يعني كلكم عندكم قدرات، كلكم عندكم طاقات. اللهم احنا هني متواجدين عشان نعرف كل طاقه وين ممكن يكون مكانها الصحيح في هذه الطالبات. نعم، ايضا من خلال تواجد هذه الطالبات فعلا راح نشوف اعلاميات من المتواجدين الان في هذا المسرح. انا على ثقه خليفه وجميع مشاهدين تلفزيون قطر وبالاخص برنامج في ضحى ان الساحه الاعلاميه القطريه راح تشهد اعلاميين واعلاميات مميزات لهم صوت راح يوصل للعالم ان شاء الله كله. نعم، كلمه اخيره توجهينها للمشاركات في هذه الورشه واللي راح يشاركون في ورش اخرى باذن الله. أتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. من الآن بدأ التحدي الأكبر بالنسبة لهم، لازم كل واحدة فيهم تشتغل على نفسها تشوف وين هي ممكن تكون وين ممكن تكون أو قدراتها شلون ممكن توظفها، وبالتالي ممكن هي تدخل أو توصل للمرحلة النهائية وهي واثقة من نفسها أن هي راح تكون إن شاء الله إعلامية المستقبل. بارك الله فيك أختي إيمان، وإن شاء الله نشوف هالإعلاميات بإذن الله في الوقت القريب على شاشاتنا، سواء كان في الجزيرة أو في تلفزيون زون ريان عم قطر، كلنا نكمل لبعض. بارك الله فيك، راح ارجع لعلي وارجع لبناتك. بارك الله فيك اخوي علي، ما المطلوب في هؤلاء الصغار على اساس يكونون بكره اعلاميين المستقبل؟ طبعا المطلوب مو بشيء بسيط صراحه، يعني المطلوب منهم ان اولا يكونون يعني مثقفين اعلاميا. احنا اليوم قاعد نواجه يعني احنا الكبار سيل كبير من الاخبار توصلك، يعني مش بس من وسائل الاعلام، حتى على الواتساب او حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، فانت لازم تكون مثقف اعلاميا عشان تفرق بين الخبر الصحيح والخبر الخطا، الخبر اللي ممكن انت حتى تنشره او الخبر اللي ممكن انت ما تنشره، الخبر اللي انت تصدقه الخبر اللي انت ما تصدقه. فاحنا نحاول نوصل له ان مش اي خبر تسمعه صحيح، مش اي خبر تسمعه يعني تنقله حق الاخرين. هذه الامور يحتاجها الإنسان كإنسان وليس كإعلامي يعني. فإحنا لو حاولنا إحنا نثقف هؤلاء الطلاب في البداية أنه هو يكون يعني مثل ما تقول فلتر حق هذه الأخبار اللي توصله، بعد ذلك لو كان إعلامي راح يكون يعني حسب جهة العمل اللي يعمل فيها راح يكون فيه فلتر يعني موجود، لكن إحنا نحاول نغرس هذا الشيء في هؤلاء الطلاب، هم ينقلونها بعد ذلك لزملائهم وزملائهم، ينتشر هذا الشيء في المجتمع. وهذا اعتقد يعني واجب علينا احنا كاعلاميين ان نوصله حق طلابنا وحق ابنائنا، لان قلت لك احنا قاعد نواجه سيل كبير من الاخبار يوميا، ويعني منها اللي خاطئ ب 100% وفيها من الخاطئ بنسبه قليله، فانت كيف تفرق وكيف تكون يعني مؤثر في المجتمع بشكل ايجابي وليس بشكل سلبي. نعم اخوي علي، ايضا قبل الهوى سمعتك تناقش الحضور عن السوشيال الميديا، واليوم أصبح السوشيال ميديا أعتقد الجهاز هذا أصبح جهاز تلفزيون متنقل، هل ساعد هذا الجهاز أو نقول السوشيال ميديا وأنظمة السوشيال ميديا في طبعا نضوج هؤلاء الطالبات حتى يوصلون لنقول مراحل متقدمة في الإعلام في قطر؟ أكيد، أنا قلت لهم في البداية أن احنا كميديا كان في التلفزيون وإذاعة ويعني هذه الأمور اللي أو صحف، هذه الأمور اللي تقدر من خلالها تنقل خبر، إذا ما عندك هذه الوسائل ما راح تنقل خبر. الحين قلت لهم أي واحدة عندها جوال صارت إعلامية بس في السوشيال ميديا مش في الميديا، فهذا الشيء يعني صعب الأمور، لأن الحين قلت لك ممكن أي حد يصور أي شيء وينقل أي خبر، يعني ممكن من صورة واحدة أنت تألف الخبر، يعني ممكن من مقطع صوت واحد أنت اللي تقول هذا والله، يعني أنت كل واحد ممكن يكون هو الإعلامي لكن إعلامي شكل سلبي. ف طلبنا منهم انهم يكونوا مثقفين ان انت لما تنقل خبر تكون تنقل خبر صحيح، لما يعني تصور شيء وتنقل هذا الخبر حتى لاصدقائك في المدرسه او اصدقائك في الجروب اللي عندك في الواتساب تكون انت اضفت لهم شيء واضفت لهم شيء حقيقي. فهذا وسائل التواصل الاجتماعي سهلت الامور من ناحيه وصعبتها من ناحيه يعني ثانيه، سلاح ذو حدين يعني بالفعل، يعني انت تنقل معلومه بشكل سريع لكن هل تنقل معلومه بشكل صحيح؟ هاي هو السؤال اللي كنا احنا نحاول نجاوب عليه. نعم اخوي علي، ايضا يمكن شفنا من وسائل التواصل اجتماعي هناك إعلاميين برزوا خلال هذه الأزمة اللي تمر فيها بلادنا، لكن أيضا التعبير ومثل ما قلت نقل المعلومة بشفافية ومصداقية أيضا تعطي يعني فعلا مصداقية لهذا الخبر وحب لهذا الإعلامي.
بالفعل يعني احنا خلال هذه الازمه يعني حتى على شاشه الجزيره شفنا صرنا نشوف مثلا مثقفين قطريين يظهرون، شفنا دكاتره جامعه يظهرون يطلعون قطريين، فهذا شيء يعني ويتكلمون بالحقيقه، يعني هذا الامر اللي احنا نحاول ان احنا نغرسه مثل ما قلت في الطلاب، ان انت كيف تكون مثقف، كيف ان تكون انت تستخدم هذا السلاح نفس ما قلت ذو الحدين في الشكل الصحيح والسليم، خصوصا في هذا الوقت اللي قلت لك انا الامور قاعده تصعب وقاعده توصلنا يعني شائعات كثيره، فانت لازم تكون على قدر المستوى انك انت تكون مؤهل انك تتجاوز هذه المرحله وتستغل الوسائل هذه الحديثه في ايصال المعلومه الصحيحه. نعم، وايضا نقل الخبر يحتاج اكيد التحقق منه حتى لا يستاء من يستقبل هذا الخبر اخوي علي، وايضا يمكن لاحظنا الان كثير من شبابنا، لكن الان يجول في خاطري سؤال، كثير من الاعلاميين خريجين جامعات قطر او الاكاديميات الاخرى في قطر دائما مبتعدين عن نقول شاشة التلفزيون، سواء كان الجزيرة، الريان، قطر، أو هناك نوع من الابتعاد، ليش في اعتقادك أخوي علي؟ والله أنا أشوف أن هذه يعني ثقافة مجتمعية، يعني إحنا كمجتمع محافظ الشخص ما يحب يطلع في التلفزيون، يعني أنت أكيد واجهت كثير من الناس لما تقول له بسوي معك لقاء يقولك لا لو سمحت ما أحب أطلع في التلفزيون، فهذه ثقافة إحنا نحاول نحن نغيرها يعني، فأنت خلال يعني السنوات الماضية في أمثلة قطرية ناجحة كنا نحتاج انها تظهر علشان الناس اللي متخوفه انها تتشجع انها تظهر، يقول لك والله انا راح اشتغل وما راح احصل مردود، او مثلا راح اطلع في التلفزيون راح اسمع كلمه سلبيه، لا قاعد نشوف الحين امثله قطريه ناجحه في المجال تشجع الامثله القطريه اللي تحاول انها تطلع انها تشوف هذه الامثله وتصير نفسها، لان ما في شيء صعب، يعني احنا عندنا امثله قطريه في كل وسائل الاعلام المحليه او حتى الدولي اذا سمينا بي ان سبورتس او حتى الجزيره او مثل هذه الامور، عندنا ايضا قناه الريان وقناه الكاس وتلفزيون قطر وحتى اذاعه صوت الخليج واذاعه قطر، كلها ما شاء الله يعني مؤسسات اعلاميه كبيره بالفعل، اذا فيها امثله ناجحه راح تشجع البقيه، لكن خريجين الاعلام اللي الحين قاعدين يطلعون احنا نحاول ان احنا نستقطبهم حتى من اعمار اصغر، حتى من اعمار يعني مثل ما تشوف من ابتدائي لحد الجامعة، نحاول نحن نحببهم في هذا المجال، نحسس أن هذا الشيء أنت راح يكون لك بعدين قاعدة جماهيرية، راح يكون لك علاقات، راح يكون لك يعني راح يساعدك في المستقبل أنت كإعلامي تكون لك مكانة في المجتمع، يعني حين الإعلامي صار يعني نفس الدكتور، يعني قبل واحد يقولك أنا الدكتور فلان، الحين صار يقولك أنا الإعلامي فلان، فاحنا نحاول نكسر هذا الحاجز اللي بين المشاهد أو بين الشخص والكاميرا في البداية إنه يسوي لقاء، وبعدين ممكن نحن نكسر الحاجز إنه هو اللي يكون المذيع، يعني فهذه الأمور إن شاء الله مع هذه الورش نفس هذه الدورات مع قلت لك الأمثلة الناجحة راح إن شاء الله نستقطب أكثر وأكثر. نعم أخي علي، طبعا في النهاية سؤال أخير، شو ودك تقول للحضور اليوم وأيضا اللي ما شارك بإذن الله يشارك في ورش قادمة، وكيف شفت البنات اليوم وتفاعلهم معاكم وإن شاء الله نشوفهم نجوم في المستقبل؟ والله أنا أقول لهم شدوا حيلكم، لأن المنافسة خصوصا في هذه الفعالية منافسة حامية، يعني من 90 طالب راح تختار 6 تقريبا، والحافز راح يكون كبير أن الفائز منهم الثلاثة الفائزين من الأولاد والثلاثة من البنات راح يقدمون في تلفزيون قطر في مسرح في اليوم الوطني في احتفالية كبيرة، فالمشاهدات راح تكون كثيرة، ويعني هي بحد ذاتها دافع لهؤلاء أنه يشدون حيلهم. أتوقع إن شاء الله أن السنة هذه تكون نسخة إعلام المستقبل أفضل من العام الماضي، والسنة الجاية راح تكون إن شاء الله أفضل من هذه السنة، نتلافى كل السلبيات اللي احنا نشوفها في مثل هذه الفعاليات، وإن شاء الله يكون يعني يوم وطني ناجح للجميع سواء هذه الفعالية أو باقي الفعاليات. وأنا أتوقع صراحة من الأولاد وحتى من البنات اللي شفتها اليوم إن شاء الله في بوادر، ومثل ما نقول الموهوب يعني تقدر تلقطه أنت بعينك إن هذا ما شاء الله ممكن يطلع منه، ونتمنى إن شاء الله نشوفهم في المستقبل إعلاميات كبار يعني. نعم، المذيع المتألق علي المسلماني شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق في هذه الورشة وفي القادم من أعمالكم بإذن الله. الله يرحم والديك، ونوجه سلامنا أيضا للمشاهدين ولمذيعين البرنامج وتحديدا لسلمان. شكرا لك، شكرا لك أخوي علي، يعني مثل ما شفنا في معهد التدريب أو معهد الجزيرة للإعلام وحضور عدد كبير من بناتنا طالبات في المرحلة الابتدائية، نتمنى بإذن الله في القريب العاجل نشوفهم على شاشاتنا بشكل عام في الإعلام في قطر، واليوم أصبح الإعلام في قطر مميز، وكما ذكر سيدي صاحب السمو الأمير القوة الخفية والناعمة اللي هم طبعا السوشيال ميديا، بدأوا من السوشيال ميديا لكن بإذن الله راح نشوفهم على شاشات تلفزيون قطر. كل الشكر للزميل علي المسلماني وأيضا للزميلة المتألقة دائما إيمان الكعبي، وإلى هنا طبعا أقول لكم سامحوني على قصور بذر مني من خلال هذا النقل، والآن عودة إلى الزملاء سلمان وحنين في الاستديو. يعطيك
ألف عافية أخوي خليفة، وما قصرت تحديداً بالمواضيع اللي دائماً تطرق لها وتسلط الضوء عليها. شكراً لك وشكراً للزملاء الإعلاميين اللي كانوا موجودين معك. يعني أنا عيني كانت تروح على البنوتات اللي كانوا موجودين وتفاعلهم عشان قاعد يكتبون. إحنا الفخورين دائماً لما نشوف منذ الصغر التشجيع على الإبداع. الإعلام فعلاً سلاح جداً قوي. ذكر نقطة زميل خليفة اللي هي أهمية مواقع التواصل ودورها، فعلاً شيء كبير وشيء مؤثر ولازم يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة، لأن في ناس هدفهم فقط الشهرة، ولكن الشهرة مو كل شيء. إنك تكون مؤثر أهم وايد من إنك تكون فقط إنسان مشهور. إنك توصل رسالة وهدف، هذا الشيء وايد أهم. رضوى ما نسيناك، موجودة معنا في الاستديو للحين. الشعار يقول الصحة غايتنا والعلم وسيلتنا. والعلم وسيلتنا. خلنا نتكلم رضوى عن تواجدك في كلية صيدا. أنت ما شاء الله وصلتي إلى السنة الرابعة، وتوقع ما بقى شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشوفك خريجة يا رب. ليش اخترت كلية صيدلة؟ جامعة قطر فيها وايد تخصصات ممكن تدخلينها، ايش معنى اخترت كلية صيدلة كتخصص لك؟ انا اخترت كلية الصيدلة لسببين. الاول لانه ما في قطريات وايد، الثاني لانه من خلال هالكلية بيوصل لهدفي، ان لا سمح الله الناس اذا حبت تتعالج انا بوصل لمرحلة ان اسمع الناس تقول احنا نبي نتعالج في قطر، يعني السيرفيس الصحي في قطر انا ابي اطوره، رضوى تبي تطوره. فبي احنا دائما هو نبتدي بالشباب، لابد ان يكون المجتمع هو دائما احنا من الخطط اللي دائما نشوفها والدراسات اللي احنا نشوفها، لابد نبتدي بالتنميه البشريه من خلال الافراد نفسهم، هم اللي يساهمون في نجاح وتطور المجتمع. فحلو حبيت تقولين انا ودي وانا في خاطر، فالله يوفقك ان شاء الله ويتحقق هدفك هذا بالتاكيد. بس انت قلتي نقطه في البدايه ان عدد القطريات قليل جدا جدا، تتوقعين شنو السبب بان عدد القطريات قليلين في هذا القسم؟ هو أكيد في أكثر من سبب. أول شيء إن كلية الصيدلة ما كانت وايد معروفة، ودوم الناس تفكر إن كلية الصيدلة اللي يدخلها بيصير بياع أدوية، هذه الفكرة جدا غلط. وبعد حاطين في بالهم إن تخصص وايد صعب، ما في تخصص سهل في جامعة قطر، أكيد. كل شيء صعب، بس إن لازم يشدون حيلهم. ممكن رضوى أنا خليني انتقل لموضوع الصيدلي بياع ادويه. يمكن هذه نظريه موجوده عند الجميع، للاسف الناس اللي ما تفهم وظيفه الصيدلي او تخصص الصيدله وهو علم بحد ذاته. فشنو ردك على اللي يقولون الصيدلي بياع ادويه وهو يدرس ويتعب وعلم بحد ذاته علم الصيدله؟ صح، احنا ما ندرس 5 سنين عشان بعدين في الاخر يقولون عنا بياعين. يعني الصيدلي له دور وايد كبير في المجتمع، بس احنا يعني المجتمع ما يعطي حقه. احنا ندرس الأمراض نفسها، ندرس كيف نعالج المرض نفسه، ندرس الأدوية كلها، نحفظ كل شيء في الدواء، يعني أثار الجانبية نفس جوجل، أي دواء تسألون عنه إحنا لازم نجاوب عليه. فلما يجي المريض يعني يبي يأخذ دواء، المفروض أنا أسأله إنه إذا عنده أمراض ثانية لا سمح الله، إذا يأخذ أدوية ثانية عشان his own safety، مو بإنه يأخذ الدواء ويطلع، يمكن عنده مرض القلب ولا شيء وهالدواء ما أقدر أعطيه، ممكن يأثر عليه في المستقبل. عشان شيء لازم تعطونا حقنا، عطون اسألونا. بس اسمحي لي أقول هذا دوركم أنتم كطالبات في كلية صيدلة، أن أنتم تبينون للمجتمع دوركم وتبينون للمجتمع التخصص اللي أنتم تدرسونه، ولا شرائط حنين؟ مع هو أنت على طار المجتمع، الكلية لها دور كبير، كذلك الأفراد لهم دور كبير. صح، إن شاء الله بتشوفون الفرق يعني بيننا إحنا وبين الصيادة اللي كانوا موجودين من قبل. أنت الحين قاعد تقولين إحنا أحسن منهم؟ إن شاء الله. إذن إحنا قاعد نتكلم عن المجتمع ودوره ودوركم، شو تقيمين مشاركات الكلية مع المجتمع المحلي؟ يعني يمكن 9/10، لأن إحنا وايد نسوي أكتيفيتيز برا، مثلاً توعية عن سرطان الثدي والسموكينج سيسيشن، إن شلون نوقف التدخين، نساعد الناس. مثلا صار كل يعني شهر 2 تقريبا نسوي برنامج في اللاند مارك نوعي الناس إن شلون توقف عن التدخين. في وايد اكتيفيتيز احنا نسويها في الكلية. قاعدين تقولين ان في تفاعل بينكم وبين الناس بشكل جدا كبير. بشكل كبير. جميل. رضوى خلينا ننتقل لموضوع ثاني. شنو ابرز المصاعب اللي تواجه الطالب الصيدله في جامعه قطر، وشون قدرتي تتغلبين عليها ووصلتي للسنه الرابعه وما بقالك شيء على التخرج ان شاء الله؟ ان شاء الله. هو صعوبه واحده الصراحه، ان ضغط الدراسه. احنا ناخذ ما بين 11 الى 12 ماده، واذا نزلت خففوا علينا 10 مواد. بس هو ضغط الدراسه هو اللي اثر علينا، انه والتايم مانجمنت، انه شلون تدرس هالماده
وتوفق بين كل المواد. ترى رضا ضحكت من البداية لأن هي وسلمان كانوا يتناقشون مين أصعب، الصيدلة ولا الإعلام. لكن كل مجال أكيد له جانب المتعة اللي فيه، وبالأخير يعتمد على الاجتهاد الشخصي للفرد. أنت تقدر تبرز، أنت تقدر تتميز، وأنت تقدر إن شاء الله تحقق النجاح إذا كان عندك هدف وإذا كان عندك رسالة. على طاري الأهداف وعلى طاري الرسالة، قلنا الكلية لها دور كبير والأفراد نفسهم لهم دور كبير. شنو الأنشطة اللي تقدمها الكلية لكم علشان نقدر نقول تبرز مهاراتكم للانضمام في سوق العمل؟ احنا يعطونا فرص ان يسافرونا برا، نجرب الشغل برا، نقارن بين هني وبين يعني بين قطر والدول الاخرى، نروح كونفرنسز برا، مؤتمرات برا، فيعني قاعد يعطونا شانس ان احنا نتعلم من الدول الاخرى، تبادل خبرات. ايوه جميل. بالنسبه يعني انت ذكرتي نقطه ان عدد القطريات قليل نوعا ما في هذا التخصص، لكن لو نقارن هذا الموضوع على سبيل المثال من يوم ما دخلتي التخصص الى اليوم، هل في توعيه؟ هل في ناس عندها درايه بتخصص الصيدله؟ ونشوف شوي اقبال يوم ورا يوم يزيد. اي الحمد لله، يعني قبل كانوا في بين كل دفعه طالبة قطرية واحدة، بس الحين الحمد لله الجداد توهم داشين سنة أولى ما شاء الله خمسة، يعني هاي إنجاز كبير وايد بالنسبة لنا، وفي توعية الحين قامت تزيد، وأنا واحدة من الناس اللي قاعد أنشر عن التخصص في تويتري الخاص وفي كل مكان، حتى لدرجة إن يوم تدربت وايد ناس كانوا يقولون لي أنتي قطرية شلون دخلتي هالتخصص، ما كانوا يعرفون، فقمت إن يعني أوعي الناس عن التخصص يعني نفسه. نقول استخدمتي مواقع التواصل أيوة. الاجتماعي في إيصال رسائل وهدف أنت تسعين إلى تحقيقه وتقديمه، مدى أهمية وجود منصة مثل مواقع التواصل الاجتماعي لأي مجال كان أو لأي قطاع كان في إيصال الهدف والرسالة؟ المرة الثانية أختصر لك إياها على السريع، الهدف وراء وأهمية وجود مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الرسائل اللي يسعون الأفراد إلى إيصالها. توعية الناس، السوشيال ميديا موجود عشان نوعي الناس ان كيف يعني شلون الصيدله جدا مهم في المجتمع. نبي يعني منتج وايد مواقع التواصل الاجتماعي بنشتغل على اهدافك وتوصلين بعض الرسائل والنصائح لمتابعينك. ربي يوفقك ان شاء الله. انا سعيده فخوره يوم نشوف فيك طاقات شبابيه تسعى لانها تقدم وتوصل رسائل، وان شاء الله نشوف في هذه الكليه اعداد جدا كبيره، لان قلت لكم في الأساس إحنا اللي نحقق الشيء. شكراً لك بعد عمري، ويعطيك ألف عافية، ما قصرتي بتواجدك اليوم معنا. ونتمنى لك إن شاء الله هذه السنة تخلص على خير إن شاء الله، نشوفك إن شاء الله بأعلى المناصب. يعطيك العافية. قبل أن نختم، شنو طموحك بعد التخرج على شكل سريع؟ إن شاء الله ناوية أكمل ماجستير إدارة صيدلة بإذن الله. الله يوفقك إن شاء الله. إذن مشاهدينا، مع رضوى وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فين ضحى. نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي لتلفزيون قطر الظاهرة أسفل الشاشة. يعطيكم العافية مشاهدينا، شكرا لك زميلي سلمان، وشكرا لتواجد ضيفنا الكريمة ولكل ضيوف اللي تواجدوا معنا لهذا اليوم. انتظرونا بكرة مع فقرات متنوعة ومتعددة وضيوف وشخصيات إن شاء الله راح تشوفونهم في فين ضحى. شكرا لكم.